ثم قال، والكلام لابن الأثير كما قلنا. ثم قال في الجزء العاشر في صفحة 287: ثم دخل سنة 611 سنة 611 هجري، ذكر ملك خوارزم شاه على الدين كرمان ومكران والسند. وكان خوارزم شاه يصيف بنواحي سمرقند لأجل التتر أصحاب كشني خان لئلا يقصد بلاده، وكان سريع السير إذا قصد جهة سبق خبره إليها. وقال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 614 سنة 614 قبل قليل كان 611 والآن 614، ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج. لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بها، وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس، وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا الفرنج. لاحظ يوجد بعض الأحداث تتكرر عندنا، لكن لا ننسى بأننا هنا نتحدث في مورد تاريخي يختلف عن المورد التاريخي السابق. هنا نتحدث عن مصدر تاريخي، واقتبسنا من مصدر تاريخي يختلف عن المصدر التاريخي الآخر، وبعض الأحيان تتكرر المعاني المقتبسة للحاجة إليها وللتذكير بها أو للتأكيد عليها حسب مورد الذكر. يقول: وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس، وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا الفرنج. وأشرف الإسلام وجميع أهله وبلاده على خطة خس في شرق الأرض وغربها، أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها، على ما نذكره إن شاء الله تعالى. والكلام لابن الأثير: وأقبل الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية مع عدم الحصون المانع بها من الأعداء، وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملك، وخافهم الناس كافة وصاروا يتوقعون البلاء صباحا ومساء. تعليق: في سنة 614 هجري المغول وصلوا إلى نواحي العراق كما قال ابن الأثير، قال حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها. إذن في سنة 614 المغول وصلوا إلى نواحي العراق، فهل كانوا قد خرجوا للتنزه والترفيه؟ وهل استمرت نزهتهم عشرات السنين بحيث بقي خليفة بغداد ووعاظ سلطانه ابن الجوزي وأبناء تيمية ورفاقه يعتقدون أن المغول لا زالوا في نزهة حتى عام 656 هجري، فلا حاجة للتجيش والتهيئة لمواجهة خطرهم، ولا حاجة أصلا للخوف والحذر منهم، بينما صار شغل أبناء تيمية الشاغل تكفير وقتل وهتك المسلمين من شافعية وأحناف وشيعة، وخاصة الشيعة الأبرياء في بغداد الكرخ.